وفي تصريحات خاصة لقناة النيل الأخبار، أكد السفير وائل نصر الدين سفير مصر لدى كينيا أن العلاقات القوية التي تجمع بين الرئيس السيسي ونظيره الكيني ويليام روتو انعكست على التنسيق والتشاور سياسيا واقتصاديا بين البلدين. التعدد اللقاءات دوت بيساعد على ان يبقى في نوع من الانسجام في الرؤى ما بين القياده السياسيه، وده بينعكس بقى على المستويات الاخرى اللي تحتها وبيعزز التشاور والعلاقات الثنائيه بصفه عامه. اقتصاد، في طبعا جوانب كثيره في الاقتصاد، التجاره احد الجوانب الهامه بالنسبه للبلدين، والبلدين بيقودوا تحرك داخل القارة الأفريقية لتحرير التجارة ما بين الدول الأفريقية، وده مشروع قائم بالفعل في إطار الاتحاد الأفريقي، اتفاقية قارية لتحرير التجارة. مصر أصلا حتى قبل الاتفاقية دي بتربطها بكينيا، إن الاثنين أعضاء في تجمع او منظمه الكوميسا، فبالتالي هما الاثنين برضو في علاقات اقتصاديه قائمه بينهم، في موانئ ما بين الاثنين، ما بين مومباسا، الاسكندريه، سفاجه، عين السخنه، ففي التواصل في الاطار التجاره تواصل قوي جدا، في شركات مصريه موجوده هنا اهوت بتشتغل بالفعل على الارض في السوق الكيني، وفي رغبه قوية لدى الجانب الكيني لاجتذاب مزيد من الشركات والاستثمارات المصرية للعمل هنا.